يا جدعان يعني الاخبار كريمه وكده. تاني بارت من اللايف كومنتريز اللي انا بعملها، فكره السيريز اللي انا بعملها دي ان انا اوريك على قد ما اقدر باللعبه. فبعمل ماتش في كل جيم مود، فالماتش اللي فات عملت تيم ديث ماتش، دلوقتي كرانك كده بليتس عليها سيشن ريسكيو، باين كله بقى بالترتيب زي ما قلت في الفيديو اللي فات. دي لايف كومنتريز، ف ما تتوقعوش ماتشات حلوه قوي، ماتشات تكون 2 او 3 كي دي بس كده. و فكرة ان اوريكم الماتش، اقول لكم افكاري، ارائي في اللعبة، ارائي في الاسلحة دي، في الحتت في الماب دي، اوريكم الحتت الحلوة. وفي السيريز كلها بفكر اعمل زي اوبريشن نحاول نجيبها في السيريز. فانا بفكر دي كيل فور اور مور انميز وذ سنجل كليب، اللي هو من غير ما اعمل ريلود اجيب 4 كيلز، بتفتح زي هيلمنت، زي بتاع كده بيلبسها الراجل على دماغه، بتاع هيلمنت كده شكلها صايع، فممكن تبقى حلوة. وبس دخلنا ماتش من نصه، لو لقينا نفسنا خسرانين هنرجع نشوف ماتش تاني. ماتشات الكلام قصيرة قوي، فممكن نلعب ماتشين في سيشن واحد، ويبقى زي قشطة اسمه أول ماتش نلعب ويبقى زي 10 دقايق كده ماتشين في نفس الوقت في فيديو واحد يعني. بس رامينجتون سلاح حلو، ليه انا كارري وكل نعمل له تي باك بس كده. استخدمت الكومبليشن بس ممكن ماشي، او بكره احطها في نص الماب، واي واحد فيهم يقرب لي، اي حد فيهم يقرب لها الى لو طلعت معاها حاجه حلوه اروح اخدها معاها. لوكي ايش تفشل شغاله بعد شويه، نحاول نجيب ستريك كده قبل ما نشغل لوكي. أوي الماب دي مش بعرف ألعب فيها حلو أوي، هو لوكي أصلا مش بعرف أسوقها حلو، مع إني بجيبها يعني مش بجيبها كتير أوي، بس بجيبها يعني الدانس بتاع 10 مرات مثلا، واي سيرفر 40 فقشطة يعني. ف مش بعرف أسوقها لحد دلوقتي، مش عارف ايه ايه يا جدعان اللي بيحصل ده. بس انا شغال لوكي نحط كير باكج ليه مش لعبت اصلا. ايوه كده target down agent moving into position target obliterated enemy satcom spotted care package on your mark satcom uplink enabled friendly satcom active. الواد ده ايه جبنا كام كلب لوكي. عايش كنت بتكلم، كنت بركز السوات لوكي زي ما شفتوا. لوكي بنزل جوج، بنزل كير باكج، وبنزل صواريخ جامده وصواريخ صغيره. ما جبتش اي كلب صواريخ صغيره لانها غبيه وتتشنها على الغبي، فالصواريخ الكبيره هي القشطه. وتنزل جوج، هو الجوج لسه موجود مش بيروح لما لوكي تخلص. وبس انا عندي ماتشات كتيرة جيم بليز، بس مشكلتها ان انا كلها اوبجكتيف يعني، مثلا بجيب مثلا 56 كيلز مثلا، بس بجيب مثلا 14 deaths او 12 deaths، بجيب فيها هيلو وبجيب فيها كل حاجة، بس بلعب اوبجكتيف بسكيور فلاجز كتيرة وكده. فانتوا لو تحبوا تشوفوا حاجة كده قولوا لي وانا اعملها ابلود. في ناس كتير انا عارف ما بيحبوش يتفرجوا على جيم بليز اوبجكتيف وكده، فلو عايزين تشوفوا فيديوز كده قولوا لي، لو مش عاوزين ماشي. بس انا عاملين قشطة حلو في الماتش ده، انا بعدلهم لسه دلوقتي حالا. فين عندي هما فين؟ انا عاملها بكم واحد؟ راح فين يا جدعان؟
لا انا شكلي هنفجر. اه الجاك جاب لي كيل قشطة، عاش. اشوف تقعد تجري هنا. Enemy SATCOM spotted. ايه يا جدعان، هما فين؟ يا حبيبتي امي. عاش عاش عاش. 19 و6 الماتش خلاص هيخلص. مش لاقي اي حد اصلا. جبنا لوكي ساعدتنا قوي، بعدها جبنا ستريك كده قشطه مش وحش. بس معناش حلو قوي، بس ممكن العب ماتش تاني دلوقتي. ايوه ماتشين كرانكت، اصل الماتش بيخلص بسرعه قوي. فقشطه ممكن العب ماتش تاني دلوقتي وبس. فايه الماتش ده يكون عجبكم؟ و انا كنت بلعب في الماب دي اسمها، مش فاكر اسم الماب دي اللي فاتت دي، امازون ترامر. امازون دي بيحصل فيها زي قشطه اوكتين. الترامر دي بيحصل فيها زي اسمه ايه، ايرث كويك كده، البتاع الماب كلها بتتهز كده ومتعرفش تنشن. بس كنت سائل لوكي على الزون لما حصلت فما حسيتوش بيها. بس دي مش بتعمل حاجه قوي، هي بس حاجه يعني في الماب كلكم تكونوا عارفينها، يعني تبقوا جاهزين دايما. احنا اصلنا عاوزين نجيب 50، احنا في السيريز دي كلها عاوزين نجيب 50 كيل باللوكي، عاوزين نخلص دي، وعاوزين نجيب 3 كيل ستريك بالنايف. ده هدفنا في السيريز دي. مش دلوقتي اوكتين، اوكتين بلعب فيها حلو. معلش لو صوتي غريب، ممكن يعلى شويه يوطى شويه وانا بلعب، على الاقل يكون واطي وانا بتكلم بين الماتشات يكون عالي. المايك اللي بلعب فيه غريب كده شويه، و كمان انا لما بسند ظهري كده برجع لورا المايك بيبقى صوته عالي، فانا بسند ظهري وانا بين الماتشات، وببقى مقدم شويه وانا في وسط الماتش، فعشان كده ممكن دلوقتي يبقى في دي. قلت اغير السلاح عشان ما نلعبش كل ماتش بسلاح نفس السلاح، قلت نلعب كل مره سلاح مختلف. ده اصلا الكلاس ده بلعب بيه، هو كلاس بتاع راشينج عموما، وبعدها بلعب بيه اوبجكتيف، في اي ام اس، في سنتري، وفي اللي هي الفولتشر. الفولتشر دي حلوه زي حاجه زي الكوادروتر دي اللي هي الدراجون فاير في بلاك اوبس. بلاك اوبس اسمها ايه دي، بلاك اوبس 2. بس فرق ان دي واحدة صغيرة وانا مش بتفضل ماشية جنبي 24 ساعة وتحميل، عاملة زي البورد دوج بس احسن مليون مرة طبعا. بتقتل بسرعة وتدميرها مش سهل اوي، يعني هو مش صعب بس مش سهل، يعني هما لما يفكروا يدمروها يكونوا ماتوا. الماتش اللي فات كنت بعمل سلايد كتير لو لاحظتوا، اللي هي مش الماتش اللي فات، البارت اللي فاتت بالاي كي 12 في الماب التانية دي اسمها ايه، عشان كان عندي حاجة في الجولد، عشان اجيب الجولد اي كي 12 لازم اجيب مش عارف كام كيل وانا كراوتش. فلما بعمل سلايد لما بقوم بكون كراوتش، فبيجيلي كيلز كتير وانا كراوتش. احطها في اي حتة وخلاص، ما نحطها في حتة حلوة كده في الماب ما يتوقعهاش. اي ام اس على فكره حلوه، هي والجارد دوج الاثنين 5 كيل ستريك. انا بفضل الاي ام اس عشان الاي ام اس مضمون على الاقل 4 كيلز قبل ما يضيع، يعني اللي هي 4 كيلز بتوعها مضمونين. ف يعني نحطها هنا مثلا كده هتجيب لي 4 كيلز وش. او ادي ده كيلو ولا ايه كده، ماشي. انا كنت عايز اجيب كيل، كنت عايز كيلو اجيب السنتري. فانا لما بحط اللي هي بتاع الاي ام اس والسنتري بيحموا بعض، ف يعني ببهدلهم يعني من الاخر. بحب ان انا احط الاي ام اس والسنتري مع بعض في نفس الوقت. الاف دي ده حلو، بيشوط بسرعه جدا، الريت سبان بتاعه سريع وسلاح حلو يعني. هو ايه اللي انا مش واخد بالي من الفيلد اوردر، مش عارف اقراها ايه. اه لا هي دي مشكلة كرانك، كل حد بيجري بموت بسرعة بتقتل بسرعة. بس هي جيم مود حلوة واحنا مش عاملين وحش. عاش. حطيت الاي ام اس هناك، قاعد بختار
حطها في اي حته خالص، لان عاده بجيب كتير منها، بلعب مثلا ماتش دومينيشن بكون حتى غير خمسه في نفس الوقت، فمش فارقه انا حطيتها فين، هيجيبوا لي كيلز في كل الاحوال. لا قشطة قشطة قشطة، أنا عامل يعني بجيب كل بسرعة الماتش ده، جبت 15 4 قشطة يعني مش وحش. كرانكت جيم عشان كل حد بيقعد يجري كتير وكل حد بيجيب كيلز كتيرة، صعب تجيب فيها كيلز كتير، يعني صعب تجيب فيها كيلز كتير عشان كل حد في فريقك بيقتل، يعني 17 16 10 6، واحنا اصلا مطلوب مننا نجيب 100 كيل، فالماتش بيخلص بسرعة يعني. الحتة فيها دي كل حد كان فيها، ف بس لاي بس هي جابت لي كيل. قشطة عاش يا جدعان، 20 and 5 تاني ماتش. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ماتشين هم كرانكت ورا بعض بسرعة. بس يا رب يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم اعملوا لايك، لو ما عجبكوش اكتبوا في الكومنتس ليه ما عجبكوش، وقولوا لي اعمل فيديوهات ايه تاني. لو عاوزين الفيديوهات الاوبجكتيف اللي انا قلت لكم عليها اللي انا بجيب فيها كيلز كتيره، بس الداتس برضو تكون 14 12 حاجات كده، قولوا لي بجيب برضو فيها كيل ستريكس وكل حاجه، بس الفكره ان انا بموت كتير وعشان بسكيور فلاجز وكده. بس لو عاوزين تشوفوا اي حاجه تانية قولوا لي عليها. الماتش الجاي ان شاء الله انا بنلعب في بليتس. سلام.